لم تنجح المساعي الأممية في تحقيق أي نتائج ملموسة حتى اللحظة تضمن تخفيض الكلفة الإنسانية عبر خطة وسيطة توقف الحرب في الحديدة. التحركات الأممية بدأت مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريف السبت الماضي إلى صنعاء في مهمة وصفتها مصادر أممية بالخاصة، واعتبرها معارضون للحوثي فرصة أخيرة لإنقاذ ميليشيا الحوثي بهدف إشراكها بالتسويات السياسية القادمة. مصادر سياسية أكدت أن المباحثات التي عقدها المبعوث الأممي مع قيادات ميليشيا الحوثي لم تسفر عن أي تفاهمات حول العرض الأممي الخاص بمدينة وميناء الحديدة. تؤكد المصادر رفض ميليشيا الحوثي المقترحات الأممية والتي تتضمن انسحاب الحوثي من ميناء الحديدة ونقل السلطة فيها إلى لجنة تكنوقراط محلية تشرف عليها الأمم المتحدة. الرفض الحوثي رافقه وفق مصادر مطلعة المطالبة بالمزيد من الوقت لدراسة المقترح الأممي، وهو ما اعتبره مراقبون رغبة حوثية لكسب المزيد من الوقت في خطوة استباقية لموعد جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن الوقت يمكن الحوثي من إطالة أمد الحرب في الحديدة ويضمن له ترتيب أوضاعه الميدانية فيها. التحركات الأممية الأخيرة تزامنت مع الحصار المفروض من قبل قوات الشرعية والتحالف على مدينة الحديدة في ظل استعدادات مكثفة لتحرير المدينة من البر والبحر، في الوقت الذي تشير فيه الوقائع الميدانية إلى أن ميليشيا الحوثي باتت محصورة بين خياري خوض معركة عسكرية خاسرة أو الانسحاب الآمن لها وللحديدة.